تواصل الحكومه الموقره الى الملف الاسكاني اهميه كبيره في برامجها وذلك تنفيذا للتوجيهات الساميه لجلاله الملك المفدى وبدعم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتاكيدا على اهميه استدامه تقديم الخدمات للمواطنين باقصى درجه من الكفاءه أشار الفريق الحكومي خلال الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية إلى أن ميزانية المشاريع الإسكانية في الميزانية العامة للدولة 2021-2022 تشتمل على عدد من المشاريع والخدمات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة، ومن بينها مشروع ديرة العيون الإسكاني بديار المحرق ومشروع مزايا ومشروع شرق سترة الإسكاني.